كربلاء الجد. السلام كربلاء الجد. طبعا اليوم كان عندنا مؤتمر عام لاتحاد كرة القدم اللي عبرنا فيه ان شاء الله عن نشاطاتنا القادمه باذن الله عن رزنامه الاتحاد السوري الحر لكره القدم اللي راح تكون هي الانطلاقه القويه باذن الله في الشهر المقبل في 6/12 باذن الله اللي هي بطوله كاس شهداء الثوره السوريه. طبعا شارك في هذا المؤتمر او في القرعه التي جرت حوالي 50 نادي من كافه فئات من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه وفرق حلب اللي عم تلعب طبعا معنا في الدوري التصنيفي. باذن الله نحن كاتحاد نحاول جاهدين ان نكون على مسافه واحده من جميع الرياضيين في المناطق المحرره ونحاول جاهدين تجاه الانديه التي لم تحضر اليوم ولم تشارك في بطوله كاس شهداء الثوره ان تكون معنا باذن الله في المراحل المقبله وهو الدوري العام السوري الحر لكره القدم في الموسم المقبل. طبعا صعوبات انه نحن كنا موجودين ضمن جسم الرياضي اللي هو الهيئه العامه للرياضه والشباب اللي هن اخوتنا وما زال ظننا فيهم انه هن اخوتنا ان شاء الله وراح يضلوا اخوتنا. طبعا الصعوبات والتحديات الموجوده هي عباره عن الامور اللوجستيه والماديه لانه الرياضه تحتاج مال حقيقي.